السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الشير 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 الشير، الصفحة لا بلاغات، كل يوم بيجينا نكلمكم ما بتقصروا، لكن بنذكر أدونا شير، أدونا قلوب، أدونا قلوب، أدونا ملصقات. أول حاجة كردفان، حجانا بريش، شغل مختلف، شغل نظيف. حجانا بريش هجوم يومي ومستمر، سنة وشهر هي شغالة بتهاجم. وأبشركم الآن الشغل اختلف، الآن الشغل اختلف وحيختلف لقدام. الآن الهجوم التام. زمان كانت الدفاع التام والجنجويد بهاجمه، الآن نحن حنهاجم والجنجويد حيدافعوا. الآن نحن حنهاجم والجنجويد حيدافعوا. جنجويد لا عندهم خلفية عن الدفاع، ولا بعرفوا يدافعوا، ولا بعرفوا يرتكزوا، ولا بعرفوا حاجة، لأن قواتهم أساسا قوات هجومية، قوات هجومية. الليلة الحاجة اللي حصلت في اللبيض في الاحتياطي، كمية كبيرة دنيا زايدة. فطايس في الجبل بتاع كردفان، فطايس في كل مكان هناك، فطايس في كلام طالع عنه شيريا ومعه أربعة. شوفوا تاني لو شيريا مات، ولا عبد الرحيم دقلو مات، ولا هناي مات، ما عندنا به علاقة. لأن أنا مقتنع حاجة واحدة عارفة، أنه أي قايد فيهم ما بيطلع مع الناس، بيقعد جوا وبيت بيقوم بيقول للناس بعد ما تنتهي طلعوا لهم، قول لهم الزول ده مات، قول لهم الزول ده مات، لأنه هو أساسا ما بخش لمعركة، ولا من رجال المعارك، ولا عندهم قايد راجل، ولا عندهم قايد. والناس بيكونوا ملبتين ببرة، انتهت مما ضربت قاموا جارين، بعد كده بقعدوا يطلعوا لك الإشاعات وقالوا لو مات خير وبركة، ولو ما مات حيموت بإذن الله تعالى. لكن أكيد لك الخبر، أقول لك مات، اتبع لي واحد شير يد ابنه، تعال نزعجكم، شير يد ابنه، أنا ما دار زعجكم، شير يد دوره شنو في المجتمع السوداني كان؟ شيري إنجازاته في الحياة شنو؟ سرق كم بيت، سرق لكم غنماية اللي قام عشا مسكها سرقها، رضع لكم غنماية، كشح لكم عبار بتاع مريسة، عشان احنا نشتغل بشيريا ونشتغل بكلام فاضي. ما عندهم، ما محسوبين، ديل ما مذكورين، ديل لما الناس يتكلموا عن البشر والبني آدم ديل ما بيذكروا، زي شيريا ده ما بتذكروا. الآن احنا دارين نعمل لشيريا قومة، وللحرامي الثاني، حرامي الحمير الثاني وادعمه، دارين نعمل له قومة. لو مات مات، ولو ما مات بيموت. لكن انا اعتقد الغيارات بتاعتهم عارفة وعارفاهم مجغومين، بترسلهم كل زول يموت وهي ترجع تمشي تطلع في الإشاعات، ودي حقيقة. مستحيل الغارات دي كلها الغيارات ما تموت. ليه؟ لأنه ما بخشوا معركة، لأنه بلزوا الناس ويمشوا يدسوا زي أخواتهم، بيصوروا الفيديو أنه موجودين، بيركب عربيته وبيشدد، بيخلي الناس تتبلى. بعد ذاك بيقول لهم قولوا، أجل نطلع يقول لك والله قالوا أنا مت، ولا مت ولا حييت، ولا داري إنك تموت، إحنا ذاته داري إنك حي. عشان كده قصة شيريا ما شيريا وادعمه ومعاه قيادات منه في جنجويت، يا هون الغيارات كلهم رواعية. قيادة الجنجويد كلهم حرامية بتاعين حيط، كلهم بتاعين عبارات، كلهم فدادية. قيادات شنو الجنجويد اللي عنده قيادات؟ جابوا من وين قيادات؟ يا هم كلهم همل وغير ووسخ، يا هم كلهم الوسخ المصقر في الشوارع. قيادات شنو جنجويد؟ قيادات شنو؟ ما عندهم قيادات، عشان انجهم القائد النغيب منو القائد؟ ما عندهم قائد ذاته. الناس زي كلهم عبارة عن حرامية بتاعين غنم، منتهين هردبيس،
هردبيس بيموت الصغير او الكبير، يعني ما عندهم حاجة عشان احنا نمسك القصة. الليلة اتدقوا دق شديد، اتعجنوا ويتعطنوا دنيا زايلة كمية، يلقطوا فون حوالين الاحتياطي، حوالين الجبل، حوالين الشوارع، يلقطوا فون ساي كمية كبيرة. الجيش الهجانة اساس الجيش شغالة شغل يفرح وسر، هجوم بس هجوم، والهجوم ده تاني ما حيقف. اقول لك انا الهجوم ده والله ما حي، والله حقه الجنينة وبابا نوسة بهناك، يمشوا بابا نوسة ويمشوا الجنينة ويمشوا الدنيا كلها، ده تاني ما في وقفة، ده موضوع انتهى وحسمت. نمشي للشغل بتاع والعشان الجيش ماشي متقدم. امس انا كلمتكم قلت لكم احفظوا الاسم الصياد، قلت لكم في متحرك اسمه الصياد متقدم، اديتكم الاسم قلت لكم الصياد ده حتسمعوه كثير. الصياد ده ماشي متقدم، ماشي والله مناطق بعيده، دخل غوره كثير وماشي ما واقف، لا بتوقفوا مروابه ولا بتوقفوا عشانه ولا بتوقفوا غد، كله بيمشي اسمه الصياد، موضوع منتهي. قلت لك امس الصياد ده حيمشي وحتسمع عنه الايام الجايه، الصياد متحرك كبير جدا 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 جدا، شغال فون رش، ما عندهم حاجه، قضب ساي وطلص جنجويد انتهوا، ذيلا الحراميه بتاع. والله العظيم الحرب دي يوم الانتصار يحصل وانتصرت، والله تاني ما اشوف لك حرامي في شارع، والله العظيم الحراميه القوادين العرابده بتاعنا المخدرات بتاعنا المريسه الفداديات العاهرات كله اتحرق، كله الى مزبله التاريخ. السودان الان لو جاء سيل ما كان نظفوا قدر النظافه اللي تنظفها السيل، لو كان جانا سيل كبير ما كان نظفنا، وقعدنا مليون سنه عشان ننظف الوسخ ده، اقسم بالله ما كنا نظفناه. تقال الحرب دي من حاجات ايجابياتها وحاجات كويسه، نظفت لنا الوسخ، شالت لنا اولاد الحرام، شالت لنا الناس اللي ما عندها شرف، شالت لنا تجار المخدرات، شالت لنا بتاع المرايس، شالت لنا الفداديات، شالت لنا العاهرات، ما خلت حاجه، ما خلت شيء. اي نص شفت ناس النص ديل كلهم جد شالتهم، ما خلت فيهم نفخ النار. عشان كده ما شاء الله متحركنا ماشي، الصياد ماشي متقدم، امور طيبه، وضع ممتاز ما شاء الله تبارك الله. قريب جدا تسمع المفاجآت، والله العظيم حتسمع مفاجآت وحتشوف بعينك. الموضوع الامن مستقر، الفاشر مليون المية تمام، دقوا الجنجويد ما في اي خطر، ما في اي شيء، الجنجويد اللي اتجمعوا اتحصدوا. الجنجويد اللي اتجمعوا اتحصدوا. اتحصدوا خلاص القصة انتهت بهناك، الوضع طيب ممتاز، ما في حاجة، ما في أي حاجة، الوضع ممتاز وفول 14. نجي لمدني الجنجويد، طبعا الآن بدوا يقفلوا في كوبري حنتوب، جابوا الحاويات بدوا، أنا بقول لك بدوا يقفلوا في كوبري حنتوب، معناته بدوا يقفلوا في كوبري حنتوب. ادونا الشير يا جماعة، الشير يا جماعة في بلاغات، ادونا الشير 1750 و60، ادونا شير، ادونا شير قدر ما تقدر، ادينا شير عشان الصفحة تثبت، عشان تقعد لنا 10 يوم نضمن لايف يكون شغالين. طالما يجينا نفسنا ادينا شير طوال، ادينا قلوب شير قلوب شير قلوب، صفحة تثبت. الليلة الجنجويد بدوا يقفلوا في كوبري حنتوب بالحاويات، الليلة الجنجويد بدوا يجيبوا الحاويات يقفلوا في كوبري حنتوب. ليه؟ خلاص انا ما عندهم حاجة، يدافعوا بشنو؟ دارين يقفلوا الكوبري ويقعدوا هناك يحرسوا. احنا بنقول لكم والله ان قفلتوا الكوبري بحاويات، ان عملتوا ما عملتوا، الجيش جايكم بالكوبري، جايكم بتحت الكوبري، جايكم بالموية، جايكم بالغريب، جايكم بكل الاتجاهات. يعني حنتوب ده ما الكوبري الوحيد اللي بيدخل الجيش،
ما الكوبري الوحيد، الجيش ده ممكن ذاته بتاع الشرك ده ما يخش شرك ولا داري انه يخش، بس يقعد حارس لنا الكوبري ده. جيش الشرك ده حد الكوبري، لانه جاي جيش بتاع سنار وجاي جيش بتاع المناقل، حتكفلوا بشنو مدني؟ حتكفل مدني بشنو؟ كوبري ذاته ما تفتحه، خليه مقفول كده، خدت كل حاجه اقفل الكوبري، قول لاشا قسما بالله العظيم، قول لاشا قفلت الكوبري. الان انا بديك الكلام الاخير، قفلوا الكوبري تحنتو، جابوا الحاويات. ليه؟ لانه الجيش قرب. انا الصباح قلت لك وين الجيش؟ قلت لك دخل الغريه اكس، اكس ما بعيده كانت من مدني، ما بعيده كانت من مدني 25 30 في اتجاه. الان بيكون وين الجيش؟ ليش الان قريب من مدني؟ ما بعيد، ما بعيد من مدني. الجماعة دين رجعوا طوال يقفلوا الكباري ودارين يقفلوا الكوبري يقعدوا، وفاكرين انه مدني شارع الكوبري بتاع حنتوب. مدني الان مفتوحة كل الشوارع، حنتوب الجيش ذاته بتاع الشرك ده، انا في لو انا كنت السايق المعركة انا ما بخلي يخش مدني، لو انا سايق المعركة والغايب بتاع المتحرك واقسم بالله ما يخش مدني، خليه مش يكون الشرك ده. الجيش الجاي من سنار وجاي من المناقل ده اللي خليه يجيكم بهنا، لكن الجيش بتاع مدني ده اصله بس يقعد هنا بهنا في حنتو يحارسكم بس بهنا، وبالسيطان ولا يشيل معه مدفع ولا يشيل معه ولا اي، بس سيطان عنك. القصه ما تكفي الكوبري حنتو ولا تكفي، ما عندكم حاجه. واقسم بالله يا مس متكاتلين في الحصحيصه في القسم وين وين، اول كاتلين لهم مره معاون، وكاتلي وواحدة مصابة معاون، وكاتلي لون واحد من أولاد الشجرة معاون، من أولاد الشجرة دعامي، أمه قاعدة في مصر دايرة تبكي عليه وتفرش عليه هناك، افرش عليه ولدك الدعامي البركة فيك، ها جاب لك شنو القروش سفرك وما شاء الله أداك وشلت القروش ومشيت تاكلي، أبتبكي مالك؟ ما تبكي، أقعدي ساي، أقعدي ما عارفه ودعامي وعارفة سفرك، سفرك من وين؟ من وين؟ ما من الحرام، ما عارفة دعامي، عارفة من أولاد الشجرة، ده عذب ناس الشجرة عذاب، ده جينا ناس الشجرة جن، عندي صورته، أمس يغاموهم ذاتهم في الحصحيصة، يغاموا براهم في الحصحيصة، براون انتهوا منه براون، ولا جيش يا ما في، براون يغاموا مسكوا تل الدولة في قلاشته، تل الدولة في قلاشته، عشان تانا اي عميل احنا كلمناك الناس زي لما نيجوا الزنقوا ويجوا ماشيين بصفوك انت، لانه الناس دي حاسدة، الناس دي حاسدة، الناس دي عندها حقد عليك، بتكاتل معاه بتمشي معاه بتطلع السما بتبلك بتبلك. بلوه براون، اقسم بالله الولد ده براون قتله من اولاد الشجرة، لابس كدمول كان قاعد في الارتكازات في الخرطوم، وجاب الجنجويد لاهله ولناسه وعذب ناس الشجر عذاب كان. سبحان الله، براه نمس في الحصحيصه، صفوه جوا الحصحيصه، صفوه جوا الحصحيصه، وصفوا معاه واحده، صفوا معاه واحده وتاني واحده مصابه بتحتكل، ده الزول اللي بيقرب من الجنجويد، اي زول بيتعامل معاهم بيدوك طلقه، شفت لو رقدت لهم على بطنك بيدوك طلقه، لو سويت لهم نزلت لهم نجوم من السماء بيدوك طلقه. امس متكاتلين في الحصحيصه ومتضاربين وضرب فوق وسلاح فوق ولبع ورصع وبين في براهم، بس سكروا سكره حامضه كده وكلهم قاموا مدورين في بعض، والله العظيم دي الحقيقه، قاموا تكاتلوا مع بعض، قتلوا الولد ده، الولد ده دعامي من اولاد الشجره، كان قاعد في الارتكاز ومحزب ناس الشجره وبيودي لهم الجنجويد، وصاف درجه اولى، وصاف وقواد درجه اولى، امه قاعده في مصير دار تفرش في مصير عليه ولد الدعامي، ده نهايه الناس، اي زول تابع الجنجويد.
لو قلت لك هسه الان المعركه الجنجويد ممكن ما في اي حاجه، والله ما قادر احكي لك اقول لك شنو يعني. احكي لك عن الخمسه جنجويد السته جنجويد راكبين لهم مواطير جاريين، ولا احكي لك عن الجنجويد الليله الجايين من تشاد وداخلين باتجاه مرو ويمشوا قبضون كميه بتاع الجنجويد كبيره جايين بكورعين بهناك داخلين ما في طريق يجوا بطيران بتبلوا جو داخلين به وين بورا هناك مشوا قبضون الفرقه 19 مروي كميه كبيره من التشاديين يا جماعه. الناس ذي اللي انتهوا مما تلقى صرخ ناس على المهد يطلع يصرخ وبت المهد يطلع يصرخ ود المهد يطلع يصرخ ود المرغن يطلع يصرخ والرمم طلعوا انت عارف الشغل انتهت. يا سعادتك لو سامعني تعال خش. المتحركات الامور طيبه، الوضع ممتاز، الحكايه تمام التمام، ما في اي حاجه والله العظيم، ما في اي شيء، الوضع ممتاز، الوضع تمام، العلوم زينه، الناس مسيطره، في تقدم كبير، في تقدم وفي حاجات كثيره، لا خلانا نتاكد اننا احنا انتصرنا وانتصرنا وانتصرنا خلاص. الان في تقدم ما طبيعي من الجيش. جيش متقدم عنده حتات ماشي تمام، مدفعيه شغاله، طيران شغال، مسيرات شغاله، الجنجويد بقى يصيد، الموضوع منتهي، هجوم في كل مكان، الوضع ممتاز، ما في اي حاجه. مدني ان شاء الله قريب جدا 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 الناس تدخل مدني. ايام بالعدد الناس تدخل مدني. ما في حاجه الناس تخاف، سنار شغالين، سنار شغالين، الجنجويد زرع الغام في حتات شغالين، سلاح المهندسين شغال بمشط، ما في حاجة، المناقل كذلك شغالين، ما في حاجة نقول لك نقول لك أنه والله نحن لا لا. الآن هجوم، الآن هجوم، الآن الجيش مهاجم. الجيش زماني كان بدافع، يا دوب الجيش بدأ يهاجم. الجنجويدي بيحمل الهجوم لأنه هو أساسا الجنجويدي مهاجم. لو لعبته دفاع بينفع؟ ما بينفع، ما بينفع. ليه ما بينفع؟ لانه ما طريقه، هو اساسا مدافع مهاجم الجنجويدي، اساسا قوات هجوميه قتاليه، عشان كده الجنجويد الايام الجايه حيزر، ما في حاجه. حتى الجنجويد في بحر الوين الوين كلهم كلهم رجعوا. الليله في السوق المحلي كانت في جغمه كبيره، والله كانت في جغمه بتاعت كميه كبيره بتاعت الجنجويد. السوق المحلي الخرطوم والله جغمه كبيره بتاعت الجنجويد، كمية كبيرة بتاع الجنجويد الليلة انجخمت هنا. شهود عيان، شوف العين، شوف العين، كمية كبيرة بتاع الجنجويد انجخموا هناك في السوق المحلي الخرطوم، لموا كده مع بعض ولهم فترة طيران ما يخشاون، والليلة قال لهم جاك رزعوهم رزعة واحدة كلهم كلهم كلهم، دي حقيقة الليلة. عشان كده الناس تطمئن، الناس تدعم، الناس تقيف، الناس تعرف ان احنا ماشيين للانتصار، الناس تبعد من الاشاعات، تبعد من الطلس، الليامات دي في غرف، في شغل اعلامي موجه، في شغل بتاع اعلام موجه من الناس ديل عشان يثبتوا انك انت فاشل ويثبتوك انك انت كذاب، وعشان يقولوا عشان يقولوا انت ما عليك. الامور ماشيه واقسم بالله جيشك منتصر، متحرك الصياد شغال، طير ابابيل شغال، هجان بريش شغال، هجان بريش شغال، بهنا مناقل شغال، سنار شغال، الشرقيه شغال، كل المتحركات، ومبدل فول 14، الدوحه فول لين و14، صالحي الصالحه والله ما في حاجه، عمارات بالعدد مهما كانوا صمدوا ما بيقدروا يصمدوا، عمارات ما عندهم تاتشيرات، ما عندهم حاجه، مدسين جوا البيوت، غناصين، يعني ما في حاجه الناس تخاف ويقول لك والله ما عندهم شيء. خلاص القصه انتهت وحسمت. حسمت باذن الواحد اللحد، حسمت رسمي. لا لف لا دوران. صبرنا كثير وحنصبر ثاني، لو ثاني استمرت من اللي احنا صابرين، لكن انا بطمنك وبقول لك انتهت ليه؟ عشان ما تساق بالخلع. انا اديك حاجه، سياسيين الان مجتمعين وين؟ مجتمعين في مصر. ناس مناوي، ناس موسى هلال، ناس المرغني، ناس منو، ناس منو، ناس كلهم مشوا هناك.
يكون قوات جوا الميدان، لو ما شايفين بعينهم انتهت بيمشوا يجتمعوا عشان يجوا يقول لك بكره دارين صباح موسى. صباح موسى دي صحفيه مصريه، زول بتكتب الحقيقه صادقه جدا جدا. الخبر اللي كتبته لك ده ونزلته ده بيثبت مليون المية صح. في ناس اتفقوا وقالوا يجي يعملوا مبادرة تحت الحكم عشان يستلموا السلطة ويحددوا الفترة الانتقالية. أنا دار زالوا انتوا داعمين الجيش، لكن منو فوضكم قال لكم مثلونا؟ أقعدوا يا سياسيين تعالوا كلكم، منو فوضكم؟ قال الشعب السوداني ده طلع فوض، قال دار فوض جبهة ديمقراطية، قال دار فوض جبهة ديمقراطية. شفت لكم تفويض للشعب كتبه قال نفوض الجبهة الديمقراطية تستلم السلطة؟ ما هو بيتفهم يعني، ما نحن دارين نعرف. شعبي طلع عمل هاشتاج قال نفوض الجبهة الديمقراطية عشان تمسك السلطة وتحدد لنا كيف نحكم ومنو اللي بيحكمنا وتحدد منو المجلس التشريعي. في زول فوضكم؟ ده سؤال بس ليكم عشان المرة الجاية بقيلها ذبح عليكم عشان ما تتكلموا بأسامينا. نحن ما فوضناكم ولا كلمناكم ولا كتبنا هاشتاجات، احنا فوضنا حاجة اسمها الجيش. احنا فوضنا منه المؤسسة العسكرية، طلع الناس زي كلهم في الصفحات وفوضوا المؤسسة العسكرية وفوضوا المؤسسة. هل المؤسسة العسكرية دي اللي انتو هنا ذكرنا اسم زول فيكم؟ ذكرنا اسم مرغني ولا مهدي ولا مرغني ولا حاجة؟ ذكرنا اسم اردول ولا ذكرنا اسم التوم ولا ذكرنا اسم هجو ولا ذكرنا اسم؟ انتوا داعمين الجيش فوق راسنا، كلنا داعمين الجيش. لكن هل انا بحق لي اقول دارين نكون لنا حكومه؟ بحق لي ان انا امشي اكون حكومه اقول والله الا نكون حكومه؟ ما بحق لي. ليه؟ لانه شعبي ما فوضني. انتوا دارين تمسكوا، طبعا النضال طوالي بس حار كده عشان وقفتوا مع الجيش طوالي، دارين تجوا تحددوا مصير الدولة السودانية؟ الناس دي كلها بتقول جيش واحد شعب واحد، وفوضوا الجيش السوداني بأنه يدير الدولة السودانية. لا بديل للجيش غير الجيش. لا بنحدد للجيش يقعد كم، لا بنحدد للجيش فترة انتقاليته مدتها كم، لا بنقول للجيش اعمل مجلس تشريعي، ولا داري لنا مجلس تشريعي انتوا تختاروه. احنا لو دارين نعمل مجلس تشريعي بنعمله نحن بالمقاومه الشعبيه من كل المدن، بدون ما مفوضين لنا حركه مسلحه، ولا مفوضين لنا كيان سياسي، ولا مفوضين لنا اسره. دي الحقيقه عشان تفهموا. احنا كشعب سوداني واعيين جدا جدا جدا. ما عشان انتوا واقفين معانا وبتكدوا للقحاطه هناك، احنا ما شعبي غبي ولا شعبي بليد. احنا لا سالين فيكم ولا سالين في القحاطه ولا سالين في اي زول داير يطمع في السلطه. احنا مفوضين الجيش بكامل قوانا العقليه. انا مواطن سوداني افوض الجيش لاداره الدوله السودانيه زي ما داير 10 سنه 20 سنة إلى ما لا نهاية. لا دارين منه مجلس تشريعي، لا دارين منه برلمان، لا دارين منه مطورين بتيل، ولا دارين نعرف أي حاجة. إحنا رضيانين يا أخي. أنتوا مالكم؟ أنتوا مالكم؟ منو دخلكم؟ مشيتوا مصر عملتوا المؤتمر وضفتوا موسى هلال، ها شنو يعني؟ في شنو؟ ما هو احنا ثاني ما بنرجع ليه ورا. في مفوضين كنا الشعب السوداني بكره بنعمل لنا صندوق استفتاء. الشعب السوداني قصادكم انتم. انتم كتلتكم نسيمه شنو؟ احنا ما عارفينها. اكتبوا وحط لكم صندوق. واحنا الشعب السوداني بخص صندوق. بنخطه باسم المؤسسه العسكريه. بنقول الشعب اطلع اختار منو داير يحكمك. لو الشعب اختاركم قال لكم فوضكم اختاروا، احنا ما عندنا مانع. لو جاكم 2% صوت احنا ما عندنا مانع. 2% لا الشعب طايقكم ولا في زول طايقكم ولا بتترادوا ولا بتتحبوا ولا عندكم حاجه لوطنيتكم زيكم زي القحاطه. لكن نسكى من القحاطه بشويه. لما جات الموجه اتحنيتوا. ما اتحنيتوا حبا في الشعب السوداني ولا حبا في الجيش
ولا هنا، لان اساسا الموجه ده حتشيلكم حتشيلكم. لكن انتوا طلعت اسكى من القحاطي، اتحنيتوا للمويه وجيتوا مع الصف. جيتوا مع الصف ليه؟ عشان بعدين تجوا تتقدموا الصفوف وتقولوا والله ونحن دارين ما في بتشكل ولا حتشكل، لا محترفين بيكم انتوا سياسيين، ولا محترفين بيكم عندكم حاجه للوطن، ولا محترفين بيكم عندكم فهم عشان تديروا لكم طبليه بتاعت انابيب بيب 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 انابيب ما بتديروها. ما تتعبوا قلوبنا ساي. ما هو البلد دي ما بتتحكم الا بجيش. الداير يعرف يعرف والما داير يعرف يعرف تاني، البلد دي ما بتتحكم الا بجيش. الا بجيش. احنا شعب مقتنع وعارفين مشكلتنا. والكلام ده قالوا الروسي في مصير. قالوا الروسي في مصير. قال لهم الجيش السوداني ده هو اللي بيحدد، الشعب السوداني هو اللي بيحدد تحكم بشنو؟ بمدني ولا عسكري؟ كلام زي الورد. الشعب السوداني طلع عمل هاشتاجات بنسبة 48 مليون سوداني قالوا عسكرية. في ذول احنا كضابين، خد صندوقك اعمل هاشتاجك. اعمل هاشتاجك وجيب معاك جداد الكتروني. واشتري جداد الكتروني من كل افريقيا، ما بتحصل لك حتى في المية. عشان كده ما تتعبوا يا نخب سياسية يا فاسدة، لأننا حندور فيكم بل القحاطي هرسنا، بنقبل عليكم نت اقسم بالله نطلع لكم القديم والجديد. ما تحرقوا نفسكم. اقعدوا محترمين مؤدبين في وطن يسع الشرفاء. عديناكم ونحن حازينكم شرفاء معنا. مع انكم والله العظيم الشيء ما في. اكذب عليكم، اجاملكم، اطلص، انافق، اقول انتوا والله داخلين عشان فعلا انتوا وطنيين، والله ما في. انتوا داخلين لمصلحه، والان مش بديتوا تمشوا تجتمعوا في مصر. الكتله الديمقراطيه، الكتله منو الديمقراطيه؟ منو الديمقراطيه الكتله؟ مين الديمقراطيه؟ احنا ما دارين ديمقراطيه ولا دارين مدنيه ولا دارين، احنا دارين عسكريه. انتوا بتفهموا باللاتيني؟ انتوا اول امس الشعب اذا ما فوض عسكريه قال ديمقراطيه، شعبي قال ديمقراطيه قال عسكريه. يو نو عسكريه؟ عسكريه يعني بوت، عسكريه يعني صف انتباه، عسكريه يعني جيش، يعني جوجو، يعني ناس بتناضل في الارض. دي العسكريه ولا ما فاهمينها؟ دي العسكريه اللي احنا اخترناها. عشان تكونوا عارفين وواعيين، ما دايرين لا برلمان لا مجلس تشريعي لا تاني جلاليب لا عمم لا كذب لا طلس لا نفاق. نهائي ما في. ما في زول بياكل بعقولنا حلاوه، موضوع منتهي. كلام ده واضح. لانه الشعب السوداني اختار. والشعب السوداني ما اهبل، لما قال عسكريه ما اهبل ولا عبيط. نحن المشروع جانا وجاء دار يدمرنا ودار يدمر ديننا ودار يدمر اسلامنا، ما قصته مشكلته مع الكوز، لانه ما هبش الكوز ولا شفنا لنا كوز يتحاكم ولا شفنا لنا كوز في سجن ولا شفنا، ما شفنا. كيزان سافر وما في زول اشتغل لي بزول، وقاعدين معاهم الكيزان ذاتهم في السلطه كانوا. ما المشروع جانا ما عشان الكوز، جانا عشان الاسلام. لا اله الا الله محمد رسول الله باصبع واحد. دار تتكلم كده هسه بتلقى اي زول دار يتكلم واحد كده بيرفع لك اصبع واحد، لا اله الا الله رمزيه. رمزيه بقت اصبعين عندنا، بقت اصبعين. بدايتها بقت اصبعين. بقت اصبعين ما اصبع واحد، الان احنا رجعنا باصبع واحد، لا اله الا الله محمد رسول الله، لما نيجي نتكلم بنقول لكم منتصرين باصبع واحد. الاصبع واحد ده عنده دلالته. ده فهم، في ناس بتفهم الرسائل دي، في ناس ما بتفهم الرسائل دي. ناس بتعتقد الاصبعين ديل خلاص ديل في فهم بتاع اصبع، لا لا دي شغل مغنن شغل مرتب. شهادة اصبع واحد، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. الله واحد. تلقى السعيد بيتكلم من الناس اللي بيعرفوا بيتكلم الانتصار بيتكلم باصبعه وبيأشر باصبع واحد ليه؟ الناس الاصبعين دي الناس القحاطه
ديل اساسا مشركين فينا، في ديل ما عندهم حاجه ذاته عشان يشركوا بها، ديل كله حاجه فوق غلط. شفنا ليلة صراخ بنت المهدي بتهدد، ونحن لحد شهر ستة، ونحن لحد شهر ستة وحنشوف اصدقائنا. اصدقائكم ياتون بيركبوكم، اصدقائكم يكون بيركبوكم هناك في الفنادق، ولا اصدقائكم ياتون، اصدقائكم ياتون، ورونا اصدقائكم ياتون ياتون. احنا ما عندنا صديق، صديقنا الجيش، صديقنا الكاكي، صديقنا البوت. انتوا عندكم اصدقاء، احنا ما بنعرفكم. تعالوا السودان، انتوا ما يكون ما انتوا كنتوا بتعملوا اي، تعالوا السودان، تعالوا السودان، تعال يا بقرة، تعال السودان، تعال يا بقرة حلوبة تتضرع وليها ضرع، تعال السودان عشان نوريك. والله ما تحكم السودان ده لو قام أبوك من المغابر، لو أبوك قام من المغابر ما تحكم السودان ده تاني، ولا تقعدوا لك في سلطة عشان تكوني عارفة. شفت السودان ده؟ قسما بالله ديننا معاك انت، ديننا معاك انت، ومعاه ود المرغني، ومعاه ود المهدي، ومعاكم انتوا ديننا. الجنجويد ديل ترى جبتون انتوا حقنا، كنتوا وما بنعرفهم نحن، جبتون لنا انتوا، دافعتوا لنا انتوا، وحرشتوهم علينا انتوا، وعملتوا انتوا الحساب انتوا. عشان كده ما في سوداني بيرتضي ثاني باسره ولا حزب ولا نجاسه تحكم البلد، البلد دي خلاص، البلد دي وقعت ليها. السودان ده كله واعي وصاحي، الشعب الان بيتكلم، الشعب الان بيتنفس، الشعب الان داير، شعب الان بيقول عسكريه بالفم المليان، شعب الان بيقول عسكريه، عسكريه الان وعي، عسكريه الان وعي عديل. اي زول بيقول عسكريه ده الوعي، ده الوعي الان. العسكريه بقت وعي بالنسبه لنا، مدنيه مدنيه، يلا كون مدنيه، قلبوا علينا بهارات، قلبوا علينا بهارات، وقلبوا علينا شقق مفروشه، وقلبوا علينا ضعاره، وقلبوا علينا سيداء، وقلبوا علينا كيس، وقلبوا علينا لا للأبوية، وقلبوا علينا كلام فاضي، قلبوا علينا آيس، قلبوا علينا مخدرات، قلبوا علينا سكر في الشوارع، قلبوا علينا ضعارة في العربات. ما في تاني يا صعاليق، يا رمم، يا خنايت، يا قوادين، ما في. بل ليوم الدين انتوا ما تتكلموا من بره، انتوا رجال، ارجعوا. الهيا قادة وامني اجين قاعد، والقلاشة قاعدة، المرة دي القلاشة بزغاريتا، قسما بالله العظيم قلاشة بزغاريتا. اقعدوا برا جاجعوا ويتكلموا ونبذوا وقولوا ونحنا ونحنا، ما في ذول بيشتغل بيك. انت راجل وود رجال، وراجل زي الرجال، هذيلك قاعدين في السودان. انت ما قلت السودان ده حقكم، وقلت السودان ده ما بتطلعوا منه، والسودان ده معاكم. ارجعوا للناس اللي معاكم ديل، خلوه يحموكم. امني اجين قاعد، والله صاحي، والله الايامات دي في دوره بتاعت القلاشه، دوره القلاشه دي دوره خطيره جدا شغالين فيها الايامات دي، بس للقلاشه للقحاطه. من اراد منكم القلاشه فليحضر الى السودان، فليحضر الى السودان. ما في زمن الونصه والضحك والورجغه ونحن ونحن لازم نتطور، ونحن لازم، والسياسه ما دارين سياسه، ولا دارين ديمقراطيه، ولا دارين مدنيه، ولا دارين نتطور، دارين عسكريه وبود، ولا دارين نرفع راسنا. اللي بيرفع راسه طوقه لما نخش تحت الهواء، احنا رضيانين، مش بكيفنا نحن، بمزاجنا، بمزاجنا ولا بمزاجكم، احنا رضيانين، احنا ما متطورين، ما دارين نتطور. الطوير اللي بيرفعوا له هنا ده ما دارين، الطوير اللي بيلبسوا للستيانة ده ما دارين، الطوير اللي بيشتكوا للأبو ده ما دارين، الطوير اللي بيمشوا يشتكوا أبوهم ده ما دارين، الطوير يا ياسر عرمان اللي بيكابسوا له الخواجات بالفنين لا ما دارين، ما دارين نهاية الطوير. احنا دارين نعيش متخلفين، عاجبنا تخلفنا، احنا دارين نعمل استفتاء اننا نحن شعب متخلف، رضيانين، رضيانين، عديل، رضيانين. اصله ما دارين نتطور، لو ده الطوير والله ما دارين نتطور، بس دارين نقعد كده. اصله ما دارين، لا انا مش احكم، ولا عندي حزب دار احكم، ولا ابوي دار احكم، ولا جدي دار احكم. انا ما مشكلتي السلطه، انا مشكلتي امن وامان، مشكلتي تعليم، مشكلتي صحه،
لكن ما مشكلتي ان انا احكم عشان اجيبك انت تحكم صعلوق انت منه؟ ذو صعلوق ذو سفيه وادبارات كلب من كلاب المنظمات، ابن حرام قوات خنيت رمة ما تسوى حاجة. شو اللي بتاع الصحاليق قوادين صنعتنا المنظمات؟ لا الشرف لا نزاهة لا أمانة، الواحد مرت وأرجل منه. يجيك يقول لك احنا دارين نبني، طب نبنوا يا صعاليق؟ ما في بينا، ما في، ما تتكلموا ساي عن الوطن. قسما بالله العظيم الدار يحرق نفسه الايامات دي للشعب السوداني، يطلع يقول لنا ديمقراطيه ويطلع يقول لنا مدنيه وكتله ديمقراطيه، والله نركبكم ركوب الجن. تلبتوا بس تخليكم لابتين ولا تفتح قدومك. الشعب ده واعي ولا دارينكم ولا طايقينكم، انتوا جزء من المشكله ذاتكم. ما عشان وقفتوا مع الجيش بتي تركبوا السلطه خلاص فلاحه. تلموا خلاص يلا كنا الغايره ومؤتمرات وجاجادين وباشين وطالعين ونازلين، وين؟ منو فوضكم؟ منو قال لكم تعالوا مثلونا؟ منو قال لكم نتكلموا باسمنا؟ منو قال لك؟ احنا ما فوضنا، تفويضنا احنا جيش. تفويضنا جيش. الكلام ده واضح ومنتهي. عشان الناس يا جماعه الناس بدت تمشي تجتمع وبدت تحدد وبدت، عشان كده نحن واعيين ونحن صاحيين. ما عندنا حاجه لزول ده، وطننا حقنا عسكريه. عسكريه ما عيب ولا حرام. عسكريه ما عيب ولا حرام، لانه دولتنا فعلا محتاجه عسكريه. لانه نحن ما عندنا سياسي نافع، لانه ما عندنا حزب نافع، لانه كلها عباره عن خنايط وحراميه وكلاب بتاع استخبارات وكلاب بتاع منظمات كلهم. دي الحقيقة، ما عندنا سياسيين ونخب وناس فاهمة. وحتى نحن كشعب سوداني، نحن ذاته كشعب سوداني ما مهيئين للديمقراطية ولا مهيئين لمدنية. محتاجين المنهج ندرسه، محتاجين المنهج نتعلمه، محتاجين نعرف مدنية شنو وديمقراطية شنو، محتاجين نتعلمها من ألف باء تاسع. ديمقراطية ألف باء تاسع، مدنية ألف باء تاسع، سلام ألف باء تاسع، وطنية. محتاجين بعدين نجي نتكلم ونجي نقول نطالب ونجي عشان نطبقها بحذافيرها. لكن الان في زول بيعرش داري ابن لبيت بيعرش من فوق طوالي بدون ما يعمل القواعد وبدون ما يعمل الاعمده وبدون ما يعمل اي حاجه، بيسقف البيت. الديمقراطيه دي السقف. السقف ده ما بيجي هسه، بيجي بعد ما نتعلم احنا شعب سوداني، وشعب السوداني يتعلم ويتكلم بيها، ونكون ديمقراطيين في حياتنا ونقبل الاخر ونكون عندنا فهم وعندنا وعي ونتعامل بالحريه اللي احنا بنفهمها ودرسونا ليها، ما بالحريه بتاعت اشرب المخدرات في الشوارع وقابض ضيف في الشارع ودي لابسه عريانه ودي لابسه هناي ودي قاعد في عربيه وده قاعد بهنا ويجي يقول لك حريه ودي المدنيه. لا 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 لا، احنا محتاجين نتعلم مدنيه. ما تجيني انت تقول لي يومين ثلاثه دارين ديمقراطيه والتحول الديمقراطي، التحول الديمقراطي بتتبني له دوله من تحت. التحول الديمقراطي ببني له دوله من تحت. لما الامن والامان يجي والاستقرار يجي، بعدين الشعب السوداني بيشوف طريقه بتاعت مجلس. بعد ما يجي ثلاثه اربع سنه، ما مستعجلين. ما مستعجلين، الامن ده داير لفتره سنتين ثلاثه اربعه الجيش ده يحكي. بعدين لما نجي الامن والامان جاء بنجي للعسكر، دايرين نعمل برلمان من الشعب السوداني عشان نختار رئيس من شعبنا يكون رئيس كفاءة وطنية، معه برلمان كفاءة وطنية لا حزبي، فيه الكفاءات السياسية، فيه الكفاءات الاقتصادية، فيه الكفاءات تحت الاطباء، فيه الكفاءات تحت كله فيه. عندنا كفاءات، عندنا كفاءات. مجلس تشريعي حر، لا جابوا حزب ولا جابوا زول ولا تابع لكيان، تابع للشعب السوداني. اخترنا نحن، مشينا صوتنا لنا نحن بمشروع وطني متكامل. يا هنديل ديل اعملوا الدارين تعملوا فيه، نحن رضيانين. احنا بنكون كده مقتنعين وبنقعد ونسكت، بنكون اتعلمنا. ديل بيضعوا لنا المنهج السليم للتعليم بتاع الديمقراطيه في المدارس، بيضعوا لنا المنهج السليم لكل حاجه، بيضعوا لنا الاساس السليم للسودان. دي الكفاءات. لكن من يقول لي يجيني واحد يقول لي ده تعال وزير الهنايه توم هانيو، وزير الهنايه يا مناوي، وزير الهنايه موسى هلال السياري، انا عملت شنو؟ ما كان خلي حميدتي، ما واحد زي واحد ديل فريق شنو من حميدتي؟ فريق شنو؟ فريق منو
فريقه شنو؟ ده استعجل وده لسه طمعان. الفريق شنو؟ احنا دارين ناس نختار ان احنا كفاءات وطنية تطلع تحكم الدولة السودانية بين احنا اخترناها واحنا اللي بنحاسبها. احنا اخترناها واحنا اللي بنحاسبها. ما دارين اي حاجة بس مشوا الله يكون جيبوا لنا حكومة، دارين نشكل حكومة تحت. انت عندك زول، انا عندي زول، هاي فلان ده كويس. لا لا، دي ما بلد ما بتتقدم. البلد احنا دفعنا ثمنه، شعب السوداني دفع ثمن التغيير الحقيقي، دفع ثمن التغيير الحقيقي دم. الان من حقنا نطالب ان الدوله تدار عسكري. احنا ما شفقانين، اخذوا 4-5 سنة بعد ذاك بنجي نعمل، بعد ما تستغرب بنجي نعمل انتخابات برلمانيه جماهيريه من كل ولايه، من كل مدينه في ولايه. ناس لا عندهم علاقة بأحزاب، ولا ناس عندهم علاقة بناس كفاءات بس، عشان الكفاءات دي تتلم كلها في برلمان واحد تطلع لك حاجة دستور دائم. أول حاجة تأسس لك الدولة بدستور دائم، يمشي على الفوق، يمشي على التحت، يمشي على كل السودان. دستور الدائم ده يتخطى بعيد، أي بعدين رئيس يجي يلقى دستور دائم ما قاعد ما بتحول. يمشي الرئيس الدستور قاعد، لا في زول بيغير، ولا في زول بيبدل، ولا في زول بيجي يقعد زيه زي الكرسي. دي الحقيقة. الكلام ده بيعملوا لك منه؟ بيعملوا لك عسكوري وردول؟ بيعملوا لك منه الكلام ده؟ ما نحن دارين نعرف. بيعملوا لك ود المهدي؟ بيعملوا لك ود المرغني؟ ما بيعملوا كفاءات وطنية، لكفاءات عندها فكر، عندها مشروع. منو في دير اللي عنده مشروع وطني؟ منو في دير؟ ما في. عشان كده نحن صبرنا واستحملنا وقلنا بل بس، ما قلنا ساي، لانه بل بس عاوزين تبني السودان. احنا بنتالم وحموت كمد كده لو بل بس ما بنت السودان. عشان كده نحن واقفين في سوداننا، يا السودان تبني يا القيامه تقوم. لكن نحن كده نموت بالقهر ما بيحصل، نموت في الشوارع. نموت في الشوارع وسوداننا ده ما يستري. نموت الشعب كله ونتفرم بالواقع، السودان ده ما يسترك تاني. افضل لنا من نموت كمد. التغيير لو ما جاء حقيقي، تغيير حقيقي، يبقى الدماء دفعناها دي كلها كلام ساي مشت. يبقى الشهداء اللي استشهدوا واللواءات والفرغ والملازمين والفدائيين والاسر والاغتصابات دي كلها ضاعت عشان ديل؟ لا لا، دي ثمن بتاع وطن. دفعنا ثمن غالي. دفعنا ثمن غالي. عشان كده لازم يتبني وطن. وطننا واضح وصريح. على القيادة أنها تمشي للمحور الصح، تشكل حكومة عسكرية مد جامل، لا تعد اعتبار لكتلة ديمقراطية ولا لا ديمقراطية، عدوا الاعتبار للمواطن ده. خدتون ودون الكلام الأخير، والكلام الحق ما بزعل. الدار تمرد طص هذاك الواد يمشي تمرد. والدار يحارب الشعب اللي حارب الشعب. ده اللي بيبني الوطن، وده اللي بيجيب البلد، وده اللي بيعمل دولة محترمة. لكن المجاملة والصداقات واللعب على الدقون ده عمره ما يبني لدولة ولا يجيب دولة. الآن احنا دفعنا ثمن بتاع تغيير حقيقي. دايرين تغيير حقيقي بدون لف ودوران، بدون صداقات، بدون مجاملة، بدون عشان ده وقف معانا، وعشان ده دعمنا، وعشان ده ناي، وعشان ده ناي. لا، ده ما بتبني وطن. دي ما بتبني وطن سيادة الغاية، دي ما بتبني وطن. في يدك انت تبني الوطن ده، وفي يدك انت تدمره تاني. في يدك انت تحرق الناس، وفي يدك انت ترفع الناس فوق. وفي يدك انت تكتب غايد وفارس، وفعلا يكون عندك تاريخ براه وكتاب بتاع تاريخ. وفي يدك انت تتكتب اسود اسود، ما في زول بعدك. شفت تكتب في تحت في حته ضيقه جدا وبظلام، تكتب اسوأ بني ادم مر على السودان. بيدك انت، ما تسمع الناس اللي حوالينك ديل، قسما بالله العظيم ديل لو وقعت ما فيهم زول يسندك. يوم التقع والله ما يسندوك. يوم التقع والله ما في زول يسندك. عشان كده انت داير تستند، استند على شعبك. اعمل الحاجه الدايره شعبك، والله تستند وما بتقع الواطه دي. لانك انت مسنود بالشعب، لما تعمل الحاجه الدايره الشعب، قول للشعب تعال دايرك، بكره الشعب بتلقى كله عندك. في بورسودان ما بعيده، قول لهم بكره داير الناس تجي من كل المناطق. قسما بالله السودان كله يجي. دي الحقيقه. بيدك شعبي 48 مليون.
اسندك ما بتقع، يقف معاك، ما في دول بيقدر يعمل لك حاجة، بتعيش في أمان، تخش بين الشعب ده. لكن لو فقدت الشعب ده، ديل بيسندوك كتل ديمقراطية وصعاليك، ديل بس والله ديل نفسهم ما بيسندوك، ديل هون ذاتهم ما بيقدروا يدخلوا السودان زي الناس. انت داير بلد قوانين، البلد عندك قوانين الآن تفوق وتفتح وتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ في بناء الوطن، بناء الوطن بقرارات صارمة تمشي على الكل، تمشي على كل مواطن سوداني، راسه كبير راسه صغير، قاعد فوق قاعد تحت، وزير غفير تمشي على القرارات حقتك، لأنك انت الرئيس الآن بتاع السودان. رئيس السودان ما بعاين لمجاملات ولا بعاين لده قبيلته شنو وده بيزعل وده ما بيزعل، بعاين لمصلحة الوطن فوق الجميع، بعاين لبل بس، ده الشعار المفروض انت تخطه قدامك تكتبه في المكتب، بل بس، وتعمل بشعار بل بس، تعمل به والله تاكل ملبن، والله العظيم تعمل الحاجة لعمرك كلها ما عملتها الآن. لكن تقعد تجامل وتقول لك كده والسياسة دائرة، ما في، انت ما محتاج لسياسة، انت محتاج لقرارات والشعب كله عارفها والدولة دي محتاجاها، ولو ما قامت القرارات دي الدولة ما بتقوم. لا تقعد تجامل ولا تجيب لك حكومة مهزلة ولا تجيب حكومة تخلي الشعب السوداني يكرهك، لأن الشعب السوداني بيحتقر المدنيين، الشعب السوداني بيحتقر النخب السياسية، الشعب السوداني ما دايرهم، الشعب السوداني ما طايقهم، الشعب السوداني ما بيثق فيهم، ودي حقيقة، دي حقيقة. عشان كده عندك كلام واضح وصريح، 1 2 3 4 وبال، عملت الكلام ده بتاكل ملبن. محورك روسيا، محورك تركيا، ايران، الصين، امش وعيش، اعمل قاعدتك الحربية الروسية، ادونا الحاجة الدايرنا، امورنا طيبة وانت امورك طيبة، وابدأ اشتغل في الوطن نظافة، راجع الهوية الوطنية، غير العملة، اي هوية وطنية تتراجع. 2019 الوظائف كلها، الناس اللي تعينت من 2019 وانت جاي كلها تتراجع، اي زول تعين 2019 يتراجع، 2019 ركب السلطة يتراجع. ودي الحقيقة، لو انت داير وطن ده قرارات بيمش، لا محتاج زول يديك حاجة من برا، ولا محتاج زول يدعمك، ولا محتاج انت تدعم نفسك، محتاج انت تقفل بلدك عليك، محتاج انت تأمن نفسك، تأمن بلدك، تأمن ناسك، ما محتاج لبرا، والله ما محتاج لذول يديك مساعدة، ولا محتاج لشعبك ده تقول لهم ازرعوا، تمولهم في الزراعة عندك، تخلون يدخلوا الحاجات المحتاجين لها من الزراعة مجاني، الشعب كده بيزرع وبينتج وما بنجوع. لكن جماركك شغالة تكسر في الزراعة، وزراء شغالين يضغطوا على الشعب السوداني بقرارات فاشلة، بهنا يفتح لك مدارس والشعب جيعان ما لاقي ياكل سندويتش يفتحوا له مدرسة، بهنا بتاع الجامعة يقول له دارين نفتح جامعة وبالنت، النت وين؟ النت وين؟ وزير لو أنا بقيت أسامة داود ما بقدر أفتح لولدي تلفونه بالنت شهر كامل عشان يدرس مباشر، لو بقيت من أنا أجيب وين ولدي يعمل شنو؟ بنتي تمشي تقرأ الجامعة وين؟ عشان تتعلم بالنت؟ نت منو يا أبو نت؟ في قحاطة شغالين قرارات بيضغطوا في الشعب السوداني عشان يقول حقي برقبتي، والغريب الحكومة ما فاهمة، الحكومة قاعدة تتفرج وبقول لها هاي نفتح المدارس، المدارس دي لشنو فاتحة؟ الناس اللي تعلموا وين؟ وين التعليم ذاته؟ وين الناس اللي عاوزة تتعلم؟ الناس دي كلها وسارة برا، منو اللي بيجيك من برا عشان يجي يتعلم؟ حق التذاكر يجيب من وين؟ يعيش وين؟ يسكن وين؟ وين؟ البلد كلها هاجة، ما بتلقى لك ناس مستقرين في منطقتهم، ما بتلقى ناس قاعدين في مكانهم، حتى ناس شندي قاعدين، ناس عبر اغلبيتهم هجوا، ومعاهم نازحين، معاهم لاجئين، وين؟ الناس اللي بتعمل في القرارات دي بتسيء لقيادة الجيش، وقيادة الجيش ما فاهمة. جبريل ضغط الدولار، في تجار بيضغطوا في الناس، تجار وين؟ تابعين لحميتي معروف، أكبر التجار بتاعنا العملة في السودان جنجويد. ومعروفين مناطقهم شرق النيل وين؟ ما في زول ما عارف، وبتاجر عارفينهم، في زول ما عارف؟ عارفينهم، غريتهم عارفينها، عارفينهم بتاجروا وبيعملوا في الدولار وبتاجروا، المفروض هنا الامر الاقتصادي يفعلوا الشغل بتاع الامن الاقتصادي، بتاجروا بيضغطوا في بيخنقوا في المواطن ليه؟ عشان يقول حقي برقبتي،
المواطن بيستحمل ده كله ليه؟ عشان قال جيش واحد شعب واحد. احنا بندفع الثمن، هذه القرارات ظالمه بيجوعوا فينا عشان بنقول جيش واحد شعب واحد، بيعملوا فينا اي عشان بنقول جيش واحد. سفارات برا تمشي تقف في السفاره ده لك يومين، في دول والله ده لك يومين تندوك وتنهروا فيك وتفلك فوشك. ليه؟ لانه السفير جنجويدي. عشان احنا بنقول جيش واحد شعب واحد بيضطهدوا فينا، عشان بيقول جيش واحد شعب واحد بيجوعوا فينا. وين القياده؟ ما بتعاين لنا ولا فاهمه حاجه، دنقس ما فاهمه. دي الحقيقه. انت قال الدوله هسه مخترعه، السودان ده محتاج مجاعه وفي ما في، لكن بيحصروا فيك بيضغطوا فيك عشان تقول حقي بركبتي، تمشي السفارات يوقفوك. في ناس ولا انت ماشي تعمل لك زياره في دوله، علاقه شنو السفاره في البحرين تشيل منك قروش؟ علاقة شنو؟ علاقة السفارة في عمان تشيل منك 1000 ريال ليه؟ أنا جايك أنت، أنا دي سفارة، أنت عليك تسهل لي مهمتي. شي حرمنا وشي سرقة وشي لف ودوران وشي نتانة وشي وسخ وشي خسارة وشي أي حاجة سيئة صفر ريمة إلا من رحم ربي. ليه؟ عشان يضغطوا المواطنين، عشان المواطن قال جيش واحد شعب واحد. هنا الدولة مفروض تتدخل، مفروض الدولة تتدخل، مفروض الدولة تجيب تدافع عن المواطن، مفروض الجيش يحمي المواطن حقه اللي بيدافع ده بيقول جيش واحد. الجيش ما جايب خبر، البرهان ما جايب خبر، ولا عارف حاجة، ولا عارف الحرب دي. هل البرهان يعلم انه الدولار حصل 1600 و1700؟ عارف ده معناته في ناس بيحاربوا فيك وبيحاربوا في شعبك. انت عملت شنو ليه ده؟ ما في اي حاجة. جبريل في مكانه واللزمة في مكانه وبنك الخرطوم تابع. اول حاجة يا برهان امن بنك الخرطوم ده، ما قاعد هناك الادارة بتاعته كلها في الدويلة، ديل شغالين فينا نجر. حتقعدوا تتفرجوا لبتين؟ الدولة كده ما بتمش، الدولة محتاجة. ما في حاجة احنا عشان نجي نقول نتكلم نقول والله انتوا ما عندكم حاجة، ما عندكم شيء يا برهان. الدولة محتاجة قرارات تحمي المواطن المكلوم، المواطن داقينه ده، المواطن اللي بعفرته في ده. احمي المواطن، بيدفع ثمن بتاع جيش واحد شعب واحد، بيدفع الثمن المواطن، بينجروا فيه وبيطعنوا فيه وبياكلوا فيه وبيخلوه يعملوا في اي حاجة. عشان كده الدولة محتاجة عسكرية دغرية واضحة وصريحة. عندنا لواءات معاش، عندنا لواءات معاش ما شاء الله دكتورة، عندنا دكتورة في القانون لواءات معاش، عندنا دكتورة في السياسة لواءات معاش، عندنا دكتورة في الاقتصاد لواءات معاش، عندنا أطباء لواءات معاش. عندنا يا جماعة احنا دارين عسكرية، دارين ناس نادر، دارين زي مازن محمدين ده واللواء ده اللي بيكتب ده الكتاب ده، دارين انه يجي يطبق لنا فكره في الخارجية. يجي ماله؟ عندنا لواءات كثير، حكام الولايات كلهم لواءات. خلي اللواءات ديل، لانه ديل احنا قلنا جيش واحد شعب واحد، بيتعاملوا معانا معامله كويسه. ديل بيقيموا الانسان السوداني قبل ما يصدر القرار، لكن القحاط اللي قاعدين فوق ابو شعر ابيض ديل كلهم ما في زول شعر ابيض غير القحاطي. ابي تلقى دائما عامل كده، ده شيوعي، هو حصل عمر ارزل العمر وسك الحياه، يكذب عليك ويقول لك هنا جيش وبتحت يدوس فينا يطعم فينا، يفتح المدارس ويطلع الناس من الهنا ويجي يقول لك والله احنا دايرين نوفر لهم، ويطلعوا لك فيديو مركب، يجيبوا لك واحد يقول لك تعال شكر، تعال شكر، قول الكلام ده غلط. لا ما غلط، انتوا بتحاربوا في الانسان السوداني، دي الحقيقه. انتوا الان بتحاربوا في الانسان السوداني، الانسان اللي بيقول جيش واحد شعب واحد انتوا بتحصروا فيه، انتوا بتحصروا فيه، دي الحقيقه. الله يديكم العافيه ويدي الوطن العافيه، وباذن الله تعالى منتصرين، واحنا على موقفنا ثابتين، لا بنتحول ولا بنتبدل. تستمر سنه، تستمر سنتين، ثلاثه سنه، سته سنه، 100 سنه، نجوع، نعطش، نموت، في النهايه دوله. لازم الدوله تجي عشان نحن نكون قدمنا حاجه صح، لكن مستحيل بعد اللي قدمناه كله يجونا جلاليب وعمم وصعاليق ومناي وكلهم ماشيين يضحكوا وجايين خلاص مشوا مصر يجتمعوا واضربوا وجايين يمسكوا الدوله. تعالوا تعالوا نمسككم الدوله. والله العظيم بس احنا ربنا سبحانه وتعالى ما جابنا فوق،
لكن قسم بالله العظيم لو كنت قاعد محل البرهان ده اول ناس ابدا بيكون انتو، قسم بالله العلي العظيم اركبكم انتو اول ناس، عشان ذاته تاني ما في زول يمشي يتقدم الصف، ما في شعب يفوض لبن ادم منكم ولا حنفوضكم وبنكرهكم ونحتقركم. قلتوا جيش واحد، قلتوا هناي واحد ما خصانا، ده جيشك دار تدعم هذا ما دار تدعم هذاك التمرد، امشوا تمردوا فيكم كلكم ولا سالم في زول، لكن تيجي تركبوا قدام الصفوف ده ما في، دي حرم، ده ممنوع من الصرف رسمي وشعبي. الله يديكم العافيه.